السلام عليكم ورحمة الله. ازاي ناخد النهاردة تحويل الكسور، سواء كسور اعتيادية والكسر الاعتيادي والعدد العشري والكسر العشري. لو انا عندي 2 على 5 هضغط عليها بتطلع بالمنظر ده كده 2 على 5، او بكتبها بسط ومقام 2 وانزل تحت على 5 واضغط يساوي تطلع لي 2 على 5، فبحولها لكسر عشري تطلع 4 من 10. لو عايز ارجعها تاني لبسط ومقام تطلع بالمنظر ده كده. طب افرض انا عاوز اكتب 2 و3 اخماس مثلا، اكتب شيفت ونفس الزرار بتاع البسط والمقام، العدد الصحيح في المربع اللي لوحده بكتب مثلا الاتنين و3 اخماس 3 وانزل تحت على 5. لو دوست يساوي هيطلع لي كسر غير اعتيادي اللي هو 13 على 5. ده افرض انا عايز احوله لعدد عشري فيه علامة عشرية بدوس على ده. افرض انا عايز ارجعه لاصله 13 على 5. افرض انا عايز احول مثلا من غير اعتيادي، يعني مثلا 22 على 4 او على 3، عايز احوله لعدد ايه كسري، بدوس شيفت وادوس على الزرار بتاع الاس دي يطلع لي 7 وثلث. طيب افرض انا عايز العدد العشري الدائري مثلا 3 من 10 دائر، عايز احوله لصورة عدد نسبي اللي هو البسط والمقام، عدد العشري 3 من 10، بعمل علامة واملأ الشاشة تلاتات بالمنظر ده كده واضغط يساوي تطلع لي ثلث. افرض انا عاوز 54 من 100 دائري، علامة 54 5 4 5 4 5 4، املى الشاشة بتاعتي لما بالمنظر ده كده، ده 54 دائري يعني العدد 5 والعدد 4 بغير منتهيين، واضغط يساوي تطلع لي 6 على 11. افرض انا دوست على الاس دي تطلع بالمنظر ده تاني، تمام.